يعطيكم العافية، معاكم خالد الموسى من قناة رينيسنس. اليوم راح نبلش أول حلقة من دورة الرندر بألوان الماركرز. راح نتعرف فيها على أنواع ألوان الماركرز ونتعرف على الخصائص اللي بتميز ألوان الماركرز عن غيرها. وبالفيديوهات الجاي راح نبلش بالتمارين. لا تنسوا تتابعونا وتعملونا سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، ويلا نبلش. بداية طبعا قبل ما نبلش يعني ندرس أي إشي لازم نعمل ريسيرش عنه لحتى نتعرف عليه أكثر ونعرف نستخدمه بحرفية لما نيجي نتعلمه. فبعد هاي الجولة النظرية لازم نبلش نطبق عملي. ممكن نقسم الألوان إلى نوعين، ألوان جافة وألوان رطبة. ألوان جافة مثل الألوان الخشبية، وألوان رطبة مثل الألوان المائية. ألوان الماركر تيجي بين هدول النوعين. ألوان الماركر هي يعني داخل القلم بكون اللون سائل، لما نحطه على الورقة بيبدأ ينشف على الورقة تدريجيا وبسرعة. هاي المعلومة طبعا بتفيدنا بالتعامل مع الماركر، يعني مثلا واحنا نلون بألوان الماركر أول ما نحطه على الورقة ما نحط إيدنا عليها لأنه راح تطبع، مثلا ما نمشي مصطرة عليها لأنه راح يسحب اللون مع المصطرة، فنكون حذرين أكثر وعارفين أنه لون الماركر أول ما ينحط على الورقة راح يكون رطب نوعا ما ولساته فيه يعني حيكون سائل، فنكون حذرين أكثر بالتعامل معه. الميزة الثانية بألوان الماركرز إنه إذا بدك تحصل على لون معين ما راح تصير مثلا مثل الألوان المائية تمزج بين ألوان كثير لحتى توصل للون المطلوب. بالماركرز راح تشوف درجة اللون اللي بدك إياها موجودة، لأنه في درجات كثير لألوان الماركر، أنت بس بتختار الدرجة المعينة اللي بدك إياها. فالخبر الحلو هون إنه بالماركرز ما راح نضطر نمزج بين ألوان لحتى نصنع لون جديد مثلا، لا راح نصير نختار درجات ألوان معينة ونبلش شغلنا فيها، وراح أوكي راح نعمل تدرجات بينهم بس ما راح نصير نمزج بين ألوان لحتى نصنع ألوان جديدة. الميزة الثالثة إنه ألوان الماركر منوعة كتير. ممكن الناس يحكوا لا هاي مش ميزة، هاي اللون الماركر غالي وأنا بدي أشتري كل هاي الألوان. لا، أنت ما راح تشتري كل هاي الألوان. قبل ما نبلش راح نختار مجموعة الألوان اللي راح نستخدمها طبعا بناء على البرزنتيشن اللي بدنا نعمله. فالبنات ما في داعي يشتروا كل درجات اللون الزهري مثلا، والشباب يشتروا كل درجات اللون الأزرق. الميزة الرابعة انه ألوان الماركرز بتنفع مع أي إشي، بتنفع مع ألوان الرصاص، مع الحبر، مع ألوان الخشبية، وكثير تستخدم طبعا أكثر إشي مع الحبر، وكمان نعمل إضافات مرات إضافات ألوان خشبية عليها. الميزة الخامسة انه بنفع تستخدم ألوان الماركرز على أي إشي، على ورق، على كرتون، على ورق زبدة، على ورق تريسينج، وكله ببين كثير واضح عليه. يعني مثلا اذا بالوان خشبيه لونت على ورق زبده ما راح يبين كثير، او على ورق تريسينج الوان الماركر كثير ببين. هلا بالنسبه لورق التريسينج والزبده في ناس ممكن بحبوا بس يرسموا من جهه على ورق التريسينج والزبده يرندروا من الجهه الثانيه من ورا، وببين وبيعطي افكت حلو، وكمان هاي الطريقه بتحافظ على نظافه الورق. وبالنسبة للكرتون بما انه احنا عنا تسليم بكون دايما على كرتون، غالبا تسليم الفاينل والميد، فالحلو بالماركرز انه لما تلون فيه على الكرتون ما بيعطي زي مثلا الالوان المائية بخلي الكرتون يتجعلك عشان في مي عليه بكون، ما في هذا الاشي. فهي ميزة بالوان الماركرز انه ما بيأثر اي اشي على الكرتون. كمان بميز الوان الماركر انه الها رأسين، رأس مدبب ورأس عريض. ممكن تعطينا كثير اختيارات وأوبشنز كثير لأنواع الخطوط اللي حنعملها، ممكن نستخدمها على مساحات واسعة وعلى مساحات ضيقة. والرأس العريض في الماركر مو شرط تستخدموه من الجهة العريضة فقط، ممكن يعني تمسكوه بأي زاوية بدكم إياه وراح يعطيكم إفكتس كثير مختلفة. كمان ميزة وكثير ناس ما بيعرفوها إنه لون الماركر بيتعبى، يعني بس يخلص لون الماركر عندكم ما في داعي ترجعوا تشتروا كمان واحد. في كثير مكتبات بيرجعوا بيعبوا، في عندهم علب ريفل ممكن يرجعوا يعبوا لكم اياهم، بتعطوهم درجة اللون وهو بدور على العلبة على نفس الدرجة وبيعبي لكم اياها. وطريقة التعباية بألوان الماركرز من رأس لون الماركر، من الرأس العريض بيمسكوا العلبة وبيبدأ يقطر على الرأس العريض شوي شوي، وهيك لحتى يتعبى الماركر كامل. تعباية الماركر أوفر لكم، بتوفروا 60% من مصاريكم بدل ما تشتروا ماركر جديد. كمان بميز ألوان الماركرز إنها سريعة كثير. إحنا ليش مثلا منصنف الألوان السريعة، هذا طريق سريع هي طريق بطيئة، حسب اللون
هذا كيف بيمشي على الورقة، يعني بيمشي على مساحات واسعة أو مساحات ضيقة، ولا مثلا ألوان الووتر كولر، لأنه الريشة بتمشي على مساحات واسعة وتعطينا اللون على مساحات واسعة فورا فبنسميها سريعة. أما مثلا ألوان خشبية لأنها دقيقة وبتعطي على مساحات قليلة هيك، يعني نقطة نقطة ومساحات صغيرة، بنسميها بطيئة. الماركرز نوع سريع بيمشي على مساحات واسعة، وهي إيجابية كثير مهمة لطالب العمارة اللي بحاجة كثير للوقت. بعد ما حكينا عن ميزات الماركر بدنا نحكي عن نوع الماركرز اللي رح نستخدمه في الدورة. أكثر نوعين مشهورين اللي هم ستايل فايل والكيور كولر. رح نستخدم إحنا في الدورة الكيور كولر لأنه هو الأفضل اعتمادا على تجربتنا الشخصية، وكمان من فيدباكس الطلاب اللي استخدموا الماركرز. من ميزاته إنه بضل معكم كثير، يعني القلم من هذا النوع بيخدم أكثر، وكمان سعره متوسط مقارنة بالماركرز التانيين. تصنيف ألوانه سهل وأبسط من باقي الأنواع. هلا بالنسبة لتصنيف الألوان اللي هو جدول الألوان أو المعروف بالكولر تشارت، طبعا الكولر تشارت بيختلف من نوع للتاني، فكل نوع ماركر له كولر تشارت معين. يعني الكولر تشارت تبع الكيور كولر بيختلف عن الكولر تشارت تبع الستايل فايل. يعني ممكن نفس اللون يكون له رقم معين على كولر تشارت تبع الستايل فايل، وعلى الكيور كولر يكون له رقم تاني تماما، وممكن يكون اسم مختلف كمان. في الديسكريبشن تحت حطيت لكم الكولر تشارتس تبعون هدول الالوان حسب النوع، طبعا حسب النوع بتستخدموه نزلوا الكولر تشارت الخاص فيه. هلا احنا في هاي الدوره راح نعتمد الكيور كولر. هلا انتم ممكن حسب النوع بتستخدموه تقارنوا الالوان وتقاربوها قدر الامكان. هلا شو اللي بيصير مع كثير من الناس، انه بيجي بده يدرب ماركر بيشتري ألوان ماركرز بيختار الألوان الخطأ، بيختار ألوان فاقعة كتير، بيصير يجرب فيها بده يطلع إشي حلو ما بيصير يطلع معه إشي حلوة، لأنه أصلا اختياره للألوان كان خطأ ومش منطقي. فأنتوا لما يكون عندكم الكولر تشارت بيصير عندكم مرجع عم بتشوفوا الألوان، بيختاروا درجات هادية درجات منطقية بتزبط على بعض، بتطلعوا على برزنتيشن كتير، وبتستوعبوا منها الألوان اللي هتستخدموها لشغلكم. وهيك بنكون خلصنا الجولة النظرية، وإن شاء الله من الفيديو القادم رح نبلش بالتمارين. هنتعلم بالفيديو القادم كيف نعمل تدرج لوني بألوان الماركرز. يعطيكم العافية وشكرا على المتابعة.